السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بوحاتي وفيديو جديد هنعمل فيه عيش سهل ولذيذ جدا. الولاد جعانين على الفطار ولا العشاء؟ مفيش عيش في البيت، طب نعمل ايه؟ تعالوا بينا نعمل عيش سهل جدا وطاري ولذيذ جدا، يتاكل بقى باي حاجة حلو وحادق، هيديكي نتيجة تحفة ما شاء الله، والمكونات كمان معاكي في البيت، وان شاء الله هتخلصي الفيديو وعلى طول هتقومي تعمليه. بينا كده نفتح العيش بتاعنا ونشوف اخباره ايه. بصوا نفتح كده بوريكو الدنيا من جوه كمان عاملة ازاي. هو لسه سخن، بصوا ايه الجمال ده، هش ازاي، تحفة. قطعيه بقى سلايز كده وقدميه جنب اي انواع جبن، بيض، عسل، قشطة، زي الفل، واخد معاكي كل حاجة حلو حادق. يلا بينا بقى تعالوا نشوف عملنا العيش الحلو ده ازاي بأسهل طريقة وبأبسط مقادير. ومقاديرنا هتبقى عبارة عن 4 كوبايات من الدقيق، 4 معالق كبار من الحليب البودر، وعندنا بياض بيضة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من الخل، 1/4 كوباية زيت، وكوباية من الحليب، وأكيد 1/2 معلقة صغيرة من الملح. يلا ناخد الدقيق ونحطه في العجان. لو عندنا، ما عندناش عجان، هنعجن بإيدينا ولا أي مشكلة. هحط كمان الحليب البودر، السكر، الخميرة اللي احنا متأكدين ان هي شغالة كويس قوي، وحطينا الملح. وتعالوا بينا نقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض. وبعد ما خلطناهم كويس تعالوا بينا بقى ننزل بالمواد السائلة اللي معانا. معانا بياض بيضة، معانا معلقة كبيرة من الخل، ومعانا كمان 1/4 كوباية زيت، وهبتدي اعجن وانا بضيف حبة بحبة الحليب الدافي عشان يخمر لي العجينة بسرعة. كده خلاص عجننا العجينة بتاعتنا، زي ما انتوا شايفين عجينة لينة خالص، ملزقة شوية، وده المطلوب عشان تطلع معاكي في الاخر النتيجة حلوة قوي. انا احتاجت فوق 1 كوباية لبن، حطينا كمان 1/4، تمام؟ ده بيرجع لنوع الدقيق، فيه دقيق هيحتاج كوباية، فيه دقيق هيحتاج اكتر. اهم حاجة حطي الكوباية وانزلي بعد كده حبة بحبة لغاية ما تاخدي النتيجة دي. يلا بينا بقى نشيل العجينة من العجان ونحطها في بولة تكون مدهونة بالزيت عشان نسيب العجينة تخمر. غطينا العجينة ببلاستيك، يلا نغطيها كمان بفوطة نظيفة ونحطها في مكان دافي تخمر علشان نشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. وادي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت، ما شاء الله شايفين الضعف حجمها ازاي، كانت حبة صغيرين في قلب البولة، كبرت ما شاء الله بقت بالشكل ده. طيب تعالوا بينا بقى نجيب صينية مدورة كده تكون بتدخل الفرن، واحط فيها قليل خالص من الزيت بس كده، واوزعه. ويلا بينا نفضي العجينة بتاعتنا في الصينية المدورة مقاس 30، ما شاء الله بصوا العجينة شكلها بجد يفتح النفس، الله. هفردها بقى تمام، وهسيبها تخمر تاني، غطيها بقى وسيبها تخمر تاني ويتضاعف حجمها تاني. وادي العيش بتاعنا بعد ما خمر، بصوا اتضاعف حجمه ازاي. تعالوا بينا بقى نعمل ايه، ندهنه دهنه بسيطه خالص بصفار البيض اللي احنا حاجزينه من العجينه. احنا خدنا البياض وسيبنا الصفار، احط عليها شويه خل صغيرين خالص، حوالي معلقه كده،
واقلبهم مع بعض وابتدي ادهن الوش بالراحه بقى، مش عايزين كل التخمير اللي احنا دخلناه ده يخرج. بعد ما دهنا العجينه بتاعتنا بالشكل ده بصفار البيض اللي عليه معلقه خل، تعالوا بينا بقى نشكلها. تشكيلها بسيط جدا، هنبتدي نعمل كده بالراحه. واقسمها كمان من النص كده. مربعات بقى ولا اسهل من كده. ندهن الوش بقى بشويه من السمسم وحبه البركه. الله على الجمال، حلو قوي. وندخل بقى الفرن عندنا على درجه حراره 200، والرف يكون قريب شويه للارضيه لغايه ما العيش بتاعنا يحمر وياخد لون ذهبي من فوق ومن تحت، نطلعه على طول. وادي العيش بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، ايه رايكم في شكله؟ تحفه جدا. هديله بخه بسيطه خالص بالميه، طبعا بخاخ بتاع المخبوزات بتاعنا، ونغطي على طول دقيقتين بس علشان تطرى كده الوش بتاعنا، وبعدين نبدا نقطعه. الله جميله وطريت خالص، الله تحفه، بس لسه سخنه جدا. يلا بينا بقى هبتدي اسلكها كده من جوانب الصينيه. اصلا تقدري كمان تدهني الصينيه بتاعتك، احنا قلنا ندهنها زيت، انا دهناها زيت، ممكن كمان تحطي ورق زبده لو متوفر. الله يا سلام، قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال ده؟ عيش ولا اسهل من كده، ولا تعبنا فيه ولا اي حاجه خالص، على طول حته عجينه وخمرناها. بس الركة على العجينه اهم حاجه تكون العجينه معاكي لينه زي ما انتوا شفتوا عشان تاخدي القوام الهش ده. ايه رايكم؟ تعالوا نفتحها بقى ونشوفها من جوه. وادي العيش بتاعنا من جوه شكله عامل ازاي. تعالوا نقطع كمان سلايز ونشوف بقى. ولا تقولوا لي بقى ايه، ولا عيش فينو ولا توست ولا الكلام ده، كله في ثواني وما اخدتش مننا ولا وقت ولا مجهود. بصوا معايا ايه الجمال ده، ما شاء الله بجد، لا تحفه تحفه وهشه جدا. ايه الجمال ده بس، تحفة تحفة جدا. يلا بقى قوموا جربوها على طول وقولوا لي رأيكم فيها ايه. ان شاء الله الفطيرة دي او العيش الحلو ده يعجبكم، مش هياخد منك وقت خالص، اقل من ساعة هتكوني عاملاه وخبزاه، ما بياخدش وقت في الفرن. تقدمي بقى فطار في عشاء، هايل جدا جنب اي مشروب بتحبيه واي انواع جبن او اي حاجة بتحبي تاكليها على الفطار او العشاء. وبألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة. استنوني فيديوهات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.